إن المستقيم على دين الله هو المداوم على طاعة الله مدى الحياة، كما في الأثر: هم الذين لا يروغون روغان الثعالب. المستقيم على دين الله يحافظ على فرائض الله ويجتنب محارم الله. المستقيم على دين الله يصدق مع إخوانه المسلمين في المعاملة، فلا يغش ولا يخدع ولا يكذب ولا يخون، وكذلك يستقيم مع الناس كلهم، يمثل الإسلام تمثيلا صحيحا حتى مع الكفار، لا يعتدي على أحد ولا يظلم أحدا ولا يخون. هذا هو المستقيم على دين الله عز وجل، ولا يتساهل في شيء من دينه، ولا يكون في حالة مستقيما وفي حالة مضيعا، إنما هو دائما وأبدا مع الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.